بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، أنا نعم الفاتح حامر من مؤسسة الباحثين السودانيين، وإن شاء الله اليوم حكون معاكم في إدارة الحوار في ورشة جديدة مقدمة من مؤسسة الباحثين السودانيين بعنوان دورة التعليم الأساسي والتدريب إنشاء وإدارة واستدامة التعاونيات. مقدم الدورة هو أستاذ محمد الفاتح عبد الوهاب محمد علي العتيبي، وهو عضو كلية التعاون البريطانية ومستشار التدريب وبناء القدرات، وكذلك هو خبير التدريب ومستشار التعاونيات والتنمية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وسعيدين جدا بوجودك معنا اليوم وبكرة كذلك عبر هذه الورشة. أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا كثير للحضور ومرحبكم، وأتمنى أنه المدة اللي حنقضيها مع بعض في اليومين ديل يعني تخلق نوع من الإضافة والإضاءة حول التعاونيات، ويعني تعريفه وأهدافه ووضعه في العالم ودوره في التنمية والخطوات الأساسية في التأسيس والتكوين للجمعية التعاونية وكيفية المحافظة على النجاح والاستدامة. وشكرا لأستاذة نعمة وشكرا للباحثين السودانيين على إتاحتهم الفرصة، ويعني أهنيهم على دورهم الكبير في الاستنارة ونشر الوعي، وبالذات في مجالات يعني ما لقت اهتمام في الماضي زي الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. شكرا للجميع. شكرا لك كثير، وحقيقي احنا سعيدين ومتطلعين جدا للورشة دي، ومتأكدين تماما انه حتكون الفائدة عظيمة وكبيرة ان شاء الله. حابة انوه قبل ما نبدأ انه الورشة دي حتستمر ليومين، حتكون اليوم وغدا في نفس المواعيد من الساعة 6:30 حتى الساعة 8 بتوقيت السودان. في حال ما كان عندكم اي اسئلة رجاء اكتبوها على الشات بوكس هنا في الزوم، او الناس اللي بتابعونا عبر الفيسبوك برضو ممكن تكتبوا الاسئلة بتاعتكم كتعليقات على في الفيسبوك، واحنا حننقل الاسئله كلها، حنجمعها وحننقلها في نهايه الورشه اليوم. حنحاول ندي زي مثلا 20 دقيقه الاجابه على الاسئله. وتفضل استاذ محمد. شكرا شكرا لكم كثير. طيب انا احب بس بكفر الكاميرا لاعتبارات فنيه، انه من التجربه انه في السودان النت لو الكاميرا فاتحه بيضعف بعد شويه، والغرض انه نحن نتفاكر في يعني نتكلم اكثر، فانا بس استاذنكم انه اكفر الكاميرا واتكلم عادي. طيب عموما يعني نحن إذا دارين نبدأ في الموضوع ده، إذا اتكلمنا بسيط عن التعريف بالكونسبت، أو يعني لو دارين نقول ما هي الجمعية التعاونية اللي هي هوية الجمعية التعاونية، يعني لما نقول جمعية تعاونية بنعني شنو المصطلح، بيعني شنو، لأنه دي من الإشكاليات الكبيرة جدا في كثير من الدول. يعني دائما انا بقول الدول الناطقه باللغه العربيه اللي هي عندها سمات قريبه لبعض في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا، في حاجات كثيره مشتركه، ودي من الاستعمار وبعد الاستعمار الحكم الوطني برضو مشى عليها، فالمفهوم عنده اثر كبير جدا، ولذلك ده بينعكس على تاريخ الحركة التعاونية في الدول دي، أنه التأسيس والتكوين بتاع الجمعية التعاونية ذاته يرتبط بالمفهوم. يعني مثلا إذا في مجموعة عايزين يعملوا شركة، المفهوم بتاع الشركة واضح جدا، وقانون القانون اللي بيأسس الشركات واضح جدا، والناس اللي عايزين يعملوا شركه لانه الموضوع بيزنس واضح، الحاجه عندهم واضحه. لكن لما نقول جمعيه تعاونيه، في الغالب الناس تفكيرهم واتجاههم وتصورهم بيكون ماشي ما للبيزنس، بيكون ماشي للعمل الخيري زي الجمعيه الخيريه، او على احسن تقدير زي منظمات المجتمع المدني، اللي هي دي تكوينات جماعيه تعاونية لكنها بتتلقى مساعدات وتتلقى دعم وتمويل وكده
عشان تمارس الأنشطة بتاعتها. يعني ما زي الشركة، الشركة لو في فرد أو مجموعة أفراد أو أشخاص عايزين يعملوا شركة، من البداية بيعرفوا أنه الحاجة هم معتمدين فيها على نفسهم، وأنه ما في جهة بتديهم يعني دعم ولا مال ولا قروش ولا كده. ده مهم جدا، المفهوم التعريف. فالجمعية التعاونية هي عبارة، يعني للتوضيح، هي عبارة عن شركة لكنها لا تؤسس وتسجل وتتكون بقانون الشركات، بقانون التعاون أو القانون الخاص بالتعاونيات. بمعنى أنه الجمعية التعاونية هي ما عمل خيري أو ما عمل يعتمد على الآخرين في التمويل وفي الاستثمار وفي الوصول للأغراض اللي من أجلها تكونت الجمعية. يعني الجمعية التعاونية هي بناء يعتمد على النفس، يعتمد على الجهود الذاتية، يعتمد على المعرفة التعاونية، يعتمد على المعرفة التقنية في المجال المعين اللي هو من أجل المواطنين يتلاقوا وعنده الرغبة يشتغلوا مع بعض ويتفقوا وأسسوا وكونوا الجمعية التعاونية. فبالمعنى ده الجمعية التعاونية هي عبارة عن تجمع لمجهود بتاع أشخاص. أشخاص دي مهمة جدا، وأنه التجمع ده الغرض منه تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها عبر النشاط الفردي. يعني أنا عندي هدف داري أحققه ما بقدر عليه براي، لكن مع مجموعة أخرى عندها نفس الهدف وعندها نفس الأغراض، كلنا مع بعض بنقدر نصل للنتيجة اللي عايزها أي واحد مننا. وده لازم يكون عبر يعني شروط معينة، يعني لازم يكون عبر القيم والمبادئ التعاونية العالمية اللي هي قرر الحلف التعاوني الدولي في 1995، وهي قديمة. يعني البلورة بتاعت إنشاءها كانت من 1843 في التأسيس الأول لجمعية روتشيلد. فبيبقى التعريف بتاع الجمعية التعاونية أو الهوية بتاعتها أنها هي حركة بتاعت مجموعة أشخاص. الحركة دي الدافع بتاع الأساسي احتياج فعلي للمجموعة بتاعت الأشخاص، ورغبة حقيقية في أن المجموعة دي تشتغل مع بعض عشان تحقق الهدف أو الأهداف اللي عايزينها. وده عبر الطريق الديمقراطي والإدارة الديمقراطية والاعتماد على النفس والاعتماد على الجهود الذاتية، ثم خلق شراكات محلية وعالمية لتحقيق الأهداف والاستفادة من القيم والمبادئ التعاونية السبعة اللي هي فيها من أعظم الخطوات اللي فيها أو المبادئ فيها، اللي هو المبدأ السادس اللي بيقول الكوبريشن أمونج كوبريتيفز، اللي هو التعاون بين التعاونيات، واللي هو ده بيتيح لأنه أي جمعية تعاونية سجلت بتحل لها الفرصة مباشرة أنها تكون في المنظومة التعاونية العالمية، على شرط أنها تتأسس بطريقة صحيحة. يعني دي بس يعني حاجة كده سريعة، وده بيقودني لانه اتكلم شويه عن الهيستوري بتاع الجمعيه التعاونيه، انه 200 يعني التفكير في التعاون المنظم، لانه التعاون هو قيمه انسانيه فطريه. يعني الانسان في اي بيئه من البيئات ربنا خلقه متعاون. يعني القيم الانسانيه الفطريه دي موجوده عند اي انسان بغض النظر عن هو منو، فئته، حته، لونه، شكله، دينه، سياسته، حاجاته. يعني الإنسان بفطرته هو مجبول على الخير، بفطرته متعاون، بفطرته بيحب الآخرين، بفطرته يعني كل الحاجات الإيجابية موجودة فيه. لكن التنشئة والبيئة في كثير من الأحوال بتقوم تطمس الفطرة دي وتشوهها، وتدخل الأطماع، وتدخل الخرافات والأباطيل والتشوهات في أذهان البشر وتنعكس في أدائهم، وبالتالي
يظهر الطمع ويظهر الظلم ويظهر التعدي على الآخرين والاستغلال والكلام يعني السلبي اللي نحن هسه يعني في كثير من العالم بنعاني منه. فالنشأة المقصودة أنا هي النشأة المنظمة. يعني النشأة المنظمة يعني شنو؟ بأنه عندها يعني أدوات بتاعت حوكمة governance، يعني عندها قوانين، عندها أسس، عندها نظم، عندها مبادئ، عندها قيم. المسألة دي برزت بصورة واضحة جدا في 1843 ببداية تكوين جمعية روتشيلد أو جمعية الرواد المنصفين، واللي هي دي استفادت من الإرث التعاوني بالذات يعني بدور رواد التعاونيين المفكرين الاشتراكيين، ويطلق عليهم في تاريخ الاشتراكية الطوباوية أو الاشتراكيين الطوباويين أو الخيرين أو طرحهم طرح يعني قائم على القيم الإنسانية زي روبرت أوين، ويليام كينج، سان ديل في بريطانيا، ناسان سايمون في فرنسا، وزي ناس فيردريك رايفايزن في بريطانيا في ألمانيا، وعدد زي ويليام في هولندا. فديل كلهم الناس يعني الخير اللي فيهم خلاهم ينظروا للمجتمع وللتناقضات بتاعته، بالذات بعد تطور الرأسمالية، وبالذات بعد الثورة الصناعية في بريطانيا في مقاطعة لانكشير اللي هي السنتر بتاع مدينة مانشستر. يعني كل الناس اللي ذكرتهم ديل وغيرهم كانوا بيتألموا لما يشوفوا الطبقات المسحوقة من العمال ومن النساء والأطفال نتيجة للأمراض وسوء التغذية والجوع والتعرض لموجات البرد وكده. فهم فكروا بصورة إنسانية كيف أنه يطلعوا الناس ديل في المجتمع من الحالة اللي هم فيهم نتيجة لظهور الرأسمالية وتطوره السريع واعتماد على النظريات الرأسمالية اللي هي بتقول أنه أي زول عنده الحر هو حر في أنه يعني ينتج ويوسع الإنتاج بتاعه ويكسب زي ما داير. فدي خلقت نوع من الشره نحو المال والأرباح على حساب القيم الإنسانية. فالرواد ديل ناس دكتور ويليام كينج وروبرت أوين وغيرهم بذلوا مجهود في أنه يلقوا معادلة لتغيير الواقع الاجتماعي نتيجة لأسباب الأسباب بتاعت الثورة الصناعية وسيادة النظام الرأسمالي، ووصلوا لمفاهيم اشتراكية أنه الناس في حتة واحدة لازم يشاركوا خيرات الأرض. ما في ما يمنع أنه يكون في ناس عندهم إمكانيات كبيرة وناس يكون عندهم إمكانيات بسيطة، لكن يكون في حد أدنى من الحقوق الأساسية، يعني الأكل، الشراب، العلاج، التعليم، الكلام ده زي المناداة بالحقوق الأساسية الأساسية في حقوق الإنسان في وثيقة حقوق الإنسان الإنسانية. لكن طبعا الموضوع ده اصطدم يعني صخرة من التعنت من الجانب الرأسمالي، والرأسماليين طوالي متخندقوا في حتة بتاعت انه المسألة دي حتيجي تقلعهم توتالي وتشيلهم بعيد ويجوا العمال والطبقات تحت في مكانهم. فبدأ صراع فكري وصراع يعني ايديولوجي في الحتة دي. الاشتراكيين الطوباويين ديل حاولوا تجسيد الأفكار بتاعتهم في الواقع، ودي كانت بارزة جدا في محاولات روبرت أوين، وحتى أنه في يعني كتاب كتار بيسموه الأب الروحي للتعاون. فهو كان زور رأسمالي وعنده مصانع بتاعت نسيج وكده، فخطى خطوات في أنه أشرك العمال في رأس المال وفي الإدارة وفي كل شيء يعني باختصار. والتجربة دي نجحت، عملت نجاح كبير جدا في خلال الأربع خمس سنوات الأولى، لكن التجربة ابتدت تنهار، ما حصل لها الاستدامة. وبعدها حاول تاني من بريطانيا، مشى أمريكا،
عمل نفس الحكاية ونجحت في عدد من المستعمرات العملة، لكنها برضو انتكست وتاني رجع بريطانيا. هو بالمناسبة عايش زي في الفترة من 1771 لحد 1858، يعني لما توفى عمره كان زي 87 سنة حاجة زي دي. فالمهم المحاولات ما نجحت لكن ما استدامت. عشان كده هسه احنا هنا دايرين نتكلم اهم حاجه عن الاستدامه، لانه انت ممكن تنجح لكن بعد ذاك اذا ما عملت حسابك النجاح ده حتفقده، ما حيستدام. ودي هسه هي اشكاليه كبيره جدا يعني مواجهه العالم كله، في انه في طرح انساني يعني نبيل جدا لكن ما عنده مقومات الاستدامه. فالمهم التجربه بتاعت روبرت أوين ألهمت يعني قطاعات كبيرة جدا في أنه دي تجربة نجحت لكن ما استدامت. ليه ما استدامت؟ وده البحث فيه ناس رواد روتشديل، والحاجة ساعدتهم أنهم هم عاصروا روبرت أوين. يعني روتشديل تكوينه بدأ في نهاية في ديسمبر تقريبا 1843، فهم عاصروا روبرت أوين وعاصروا دكتور ويليام كينج، وده طبيب لكنه كان مهتم بالتعاون رغم أنه التخصص بتاعه في الطب. فهو يعني دكتور ويليام كينج كان مهتم بالتوعية والتثقيف والتعليم ونشر المعرفة، فأسس جريدة اسمها التعاون The Cooperator، اللي هي كان بينشر من خلال الأفكار اللي بتدعو للتعاون، وأنه الناس تنظموا والعمال لازم يعملوا جسم اقتصادي والنساء والمزارعين وكده. في نفس التوقيت ده كان في فريدريك رايفايزن اللي هو ده في ألمانيا، كانت ألمانيا كانت مهتمة بالإنتاج لكن المنتجين ما كان عندهم تمويل، فهو اهتم ببناء تعاونيات تمويلية يعني تساعد في تمويل العملية الزراعية بالنسبة للمنتجين، وبرضه نجاح كبير جدا. وفي نفس الوقت كان معه شول ديلتشيس، وده برضه اتجه برضه للتمويل فيه. الاثنين كانوا واحد مهتم بالمنتجين في المدن، واحد كان مهتم بالمنتجين في الريف. و في هولندا بدأت برضو محاولات التعاون الزراعي، لأنه هولندا التعاون فيها قديم، لأنه أصلا التعاون بيجي نتيجة لاحتياج، لو أنت ما محتاج ما بتتعاون، ودي حاجة قديمة في الـ في الـ في التاريخ الإنساني. يعني إذا أنت عايز تأكل ومعي براك أنت وزوجتك بتصطاد أرنب بكفيكم، لكن إذا أنت أسرة كبيرة الأرنب ما بكفيكم، محتاجين جاموس، ده لازم تتعاونوا مع بعض. إذا جاء سيول وأمطار وإنت في حتة عالية وما بتأثر عليك وكده بتدبر أمورك براك، لكن إذا السيول والأمطار دي بتأثر عليك وكل سنة بتأثر، إنتوا كمجموعة بتقوموا تعملوا سدود وكده. فهولندا اللي هي ذا نيدرلاندز اللي هي تحت مستوى البحر كانت مهددة دائما بالبحر، فناس كانوا متعاونين في أنه يعملوا السدود والحاجات دي، فالتعاون عندهم عريق وقديم، كل الشعوب عندها تجارب زي دي. فالمهم أنه الـ 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 الواقع ده خلى ناس روتشديل يفكروا عمليا في ما هي الأسباب التي جعلت أنه الرواد المصلحين الخيرين دي الناس روبرت أوين وويليام كينج وغيره، بأنه المبادرات اللي عملوها الإنسانية الكبيرة وفيها جانب من الإدارة وجانب من الاقتصاد ليه ما استدامت. فقاموا وصلوا لنتائج، النتائج دي طوال قصادها خدت شروط. يعني مثلا قالوا أن إحنا حنعمل جمعية تعاونية زي الجمعيات التعاونية اللي فاتت دي، لكن ما في بيع بالدين، البيع نقدا، لازم كل ما عايزين نعتمد على جهة خارجية، يعني نعتمد مثلا على الكنيسة تدينا إعانات وكده، نعتمد على الرأسماليين يعني يتصدقوا علينا ولا كده.
نعتمد على اي غير؟ نو، قالوا نحن حنعتمد اعتماد على النفس والجهود الذاتيه، وده بيتطلب انه نحن لازم ندفع قصاد الاحتياجات اللي عايزين نعملها. وقالوا المسألة دي فائدتها شنو؟ في انه احنا بنكون احرار متحكمين في حاجات، صح حنعاني لكن بنكون احرار. ولذلك رفضوا اي اعانات جاتهم بعد الجمعيه اتكونت، رفضوا كل الاعانات اللي جاتهم، مع انه جاتهم مبالغ كبيره واعانات كبيره رفضوها، ورفضوا اي حاجات جاتهم من الراسماليه او المصانع او كده، وبدوا بمبلغ يعني زهيد مقارنة يعني بالجهات الأخرى، لكنه بالنسبة لهم كان كبير جدا. فقرروا أنه كل واحد يطلع جنيه على أقساط يجمعه، وده يكون رأس مال الجمعية. ومن الحاجات اللي اكتشفوها أنه الناس اللي دخلوا في تعاونيات قبلهم ما كان عندهم التأهيل الكافي والمعرفة الكافية بالإدارة، بالقانون، بالتسويق، بالتخطيط، بكل المعارف وبكل الأدوات الممكن تساعدهم في العمل. فعشان كده خدتوا التعليم والتدريب شرط أساسي لأي شخص يجي يبقى معاهم عضو. فالمهم هم يعني قدروا يوصلوا لأسباب حقيقية عطلت الاستدامة بالنسبة للتجارب بتاعت روبرت أوين والتجارب اللي فاتت. في عدد من التجارب الوقت ما بيتيح انه نتكلم عنها هسه. وقاموا طوالي الاخفاءات دي خدتوا قصاده بهناك شروط، واللي هي الشروط دي اتطورت لحد ما جات في لما اتكون الحلف التعاون الدولي 1895، بدت هي دي المبادئ التعاونيه اللي هي الان 7 مبادئ بيستغل بها التعاونيات، وهي الاساس. يعني ال7 مبادئ دي هي الاساس، وجوده وعدم وجوده بيحدد انه دي جمعيه تعاونيه ولا ما جمعيه تعاونيه. فوضعوا المبادئ وقالوا ان احنا قبل ما نشتغل اي شغل لازم نفهم التعاون ده شنو، نشوف القوانين، نشوف الاداره كيف، نشوف التسويق كيف، نشوف التخطيط كيف. وجابوا اعلم ناس في المجتمع في الوقت ده، عملوا دورات تدريبيه لل 28. وبعد سنة كاملة حتى يبتدوا ممارسة النشاط الاقتصادي بتاعهم. وهم حددوا زي 10 احتياجات، 10 سلع أساسية هم محتاجين لها، بالإضافة لتركيزهم على المدارس، على أنه يكون في يعني مستشفيات، يكون في يعني اللبس، وسائل التدفئة، الحاجات دي. وهم ركزوا على 10 دي كبداية، قالوا أول حاجة نقوي نفسنا. لما جابوا ال 28 جنيه لقوا انه ال 28 جنيه دي ما بتكفي العشرة، فقعدوا قالوا نشوف بتكفي شنو، لقوا انه بتكفي زي سلعتين. فقاموا قرروا انه يشتروا الزبدة ويشتروا الدقيق على اساس انه يعملوا زي عصيدة زي قراصة، المهم ياكلوا يشبعوا، بعد شوية يدخلوا حاجات تانية. بعدين خدتوا بالإضافة للسهم الجنيه، قالوا إحنا زادنا نشتغل في الجمعية. فكانوا بيمشوا مشوار طويل للحتات اللي بتبيع بالجملة، ولأنه المبلغ 28 كبير كان بيدوهم كمية أكثر من الكمية اللي عايزينها. بعدين في البدايات كان بيجيبوا الحاجات دي بيشيلوها على ظهورهم ما بأجروا، وبيحددوا كل أسبوع يعني مثلا في بيت من البيوت يجيبوا الحاجات ويجوا الأعضاء كلهم يشيلوا حاجاتهم ويمشوا. بعد شهر المزايا دي عملت لهم فريق سعر كبير جدا، دخلوا سلع زيادة، بقى ما بيقدروا يشيلوها بالطريقة القديمة، ولقوا أنه كونوا يشتروا مثلا حاجة زي توك توك ولا كارو ولا كده بيتعطل رأس المال بتاعهم، فعملوا زي العربية بتاعت الكارو دي لكن بيجروها هم ذاتهم، واحدين يلزوا من وراء واحدين يجروا من قدام عشان يوفروا التكلفة. وبعد ذا قاموا أجروا محل، يعني أجروا لهم مساحة بتاعت 5 متر في 5 متر يبتدوا يجيبوا ويبيعوا فيها، والعضوية زادت ورأس المال زاد. وبعد شوية الحتة اللي أجروها دي أجروا البيت كله فيه طابقين، وبعد فترة اشتروه ذاته
وهذا المنزل اللي هم بدوا منه الآن متحف كبير جدا، أكبر متحف في العالم للتعاونيات، والمتحف ده براه الآن بيدخل مليارات الجنيهات الإسترلينية. فدي كانت التجربة بتاعت روتشيديل اللي هي كانت يعني أدت يعني هدى للمفكرين في أنه يقيموا تعاونيات في كل أصقاع العالم، أنه عشان تعمل جمعية تعاونية تنجح تستمر ويكون عندها الاستدامة لازم تبدأ صح. تبدأ صح معناتها لازم تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، زي ما الخطوات الخطأ الحلف التعاون الدولي. الحلف التعاون الدولي ده هو يعني هو المرجعية الأساسية للتعاونيات في العالم. والآن في الحلف في آخر اجتماع له السنة اللي فاتت، الاجتماع السنوي كان في كوريا، كون لجنة. اللجنة دي هسه بتجمع في آراء للتعاونيين في العالم كله في التجارب بتاعة التعاونيات مع المبادئ التعاونية، عشان يشوفوا هل المبادئ دي كده بتستمر، ولا هل هيكون فيها إضافة ولا تعديل ولا غيره. فده باختصار شديد يعني ممكن نقول عن التجربة التعاونية العالمية. إذا جينا شفنا السودان مثلا، أو معظم الدول الناطقة باللغة العربية، بنلاقي أن التعاونيات ما قامت بمبادرات حقيقية من المواطنين. روتشيديل التعاونيات ما كونت الحكومة، كونوها المواطنين، بدت بمبادرات من تحت، بمعاناة من تحت، برغبة من تحت، أنه مجموعة من المواطنين يكونوا الجمعية عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم بدون أي تدخل من أي جهة أخرى، وصنعوا القانون بتاعهم، وصنعوا قواعدهم، وصنعوا مبادئهم، وكل المسائل المتعلقة بالحوكمة الجفرنس صنعوها هم، ما جهة خارجية. إذا جينا مثلا حتى في خارج يعني حتى في آسيا وفي أفريقيا، أو بالذات المستعمر الإنجليزي هو اللي بدأ بمبادرات أنه تكون في تعاونيات. يعني مثلا في الهند التعاونيات جات بمبادرات من الإنجليز، والإنجليز بعد فترة بعثوا مستر كامبل، وده زول متخصص يعني في القوانين وفي الاقتصاد وكده، عمل القانون بتاع التعاون في الهند. وفي سنة 48 1948 جاء في السودان، هو جاء قبل 48 يعني، جاء افتكر في نهايات 46 47، و يعني صمم القانون بتاع التعاون 1948 اللي هو ده أول قانون للتعاون في السودان، وبناء عليه تكونت التعاونيات. لكن مع الأسف يعني كانت بداية خاطئة تماما، لأنه التعاونيات ما قامت، ما أنشئت، ما تأسست، ما تكونت بمبادرات شعبية حقيقية، مع إنه في تعاونيات لكن ما بالطريقة المنظمة البروبر القانونية. كانت قبل 48 في حتات كثيرة جدا في السودان، في الشمالية في حفير مشو، في غرب السودان جمعيات الصيد، جمعيات اتكونت، المواطنين كانوا بيمشوا يصطادوا مع بعض، لأنه دي الصيد بالكلاب يعني كانت دي بتجيب عائد من الصيد أكبر من كل زول ينشي براو، وفيها ضمان. والتعاونيات دلتا توكر، في عدد من التعاونيات قامت لكنها تعاونيات فطرية بصورة فطرية، ما الجانب الاقتصادي الإداري ما واضح فيها، زي الحاجة بتاعت الختة بتاعت النساء إخواتنا ونسواننا في أحياء والغرى وغيره، زي الجمعيات الخيرية كده. لكن التعاون المعتمد انه مجموعه بتاعت مواطنين ما بتقدر تعمل عمل تعاوني الا تتسجل بقانون التعاون، ده كان سنه 1800 1948، واول جمعيه تعاونيه سجلت كانت جمعيه وادي الرمل التعاونيه الزراعيه. السلبيه اللي صاحبت التجربه بتاعت الانجليز انه هم يعني الحكومه سيطرت على القطاع التعاوني الشعبي، المفروض يكون شعبي حر مستقل ما في جهة تتدخل فيه، لكنها هي سيطرت عبر الموظفين بتاعنا التعاون، وتسلطت
على قدرات الشعبيين، والحكومة الإنجليزية قصدت أن تقوي الجانب الإداري الحكومي التعاوني على حساب الجانب الشعبي التعاوني، ولذلك الكفة بتاعت الميزان اختلت، بيجوا الموظفين بتاع التعاون مؤهلين ويتدربوا برا، يعني كان في بعثات لقبرص، لتركيا، لبريطانيا، لفرنسا، للدول الاشتراكية في لما جات حكومة مايو. فحصل جاب كبير جدا في المعرفة، وده خلى الجهاز الحكومي المختص يسيطر على الحركة التعاونية الشعبية في الجمعيات والاتحادات التعاونية المختلفة، وده أثر أثر كبير وأضعف الحركة التعاونية. والمسألة دي في كل الحكومات، من الحكم الأول بتاع أول حكومة لحد ما جاءت الطامة الكبرى في مايو، اللي هي في البداية بدت بداية كويسة جدا في أنها خلقت قانون اللي هو ده أفضل قانون كان لحد ما قامت الثورة، اللي هو قانون 1973، لكنها بعد عدد قليل من السنوات ما عملت بالقانون، وتاني عملت قانون سنة 77 وقانون سنة 1982. والقوانين دي كان فيها تدخل الدولة سافر جدا، يعني قانون 82 كان بيقول انه الوزير المختص عنده الحق في انه يعين 4 من الناس اللي بيراهم هم من ذوي الكفاءة وكده وكده في الاتحاد التعاوني القومي اللي هو ده بيجي بالانتخاب، وشالت من الضباط الثلاثة، أو شالت من الأعضاء بتاعين الاتحاد القومي بقانون دخلتهم في الاتحاد الاشتراكي، وربطت الاتحاد الاشتراكي بالاتحاد التعاوني القومي وبالاتحادات التعاونية الإقليمية والاتحادات التعاونية الأقلة، وبالتالي بقى التعاون رافد من روافد الدولة أو الحزب الحاكم كان الاتحاد الاشتراكي. بعد الانتفاضة بتاعت 85 ما حصل أي تغيير يذكر، وفي نفس الأسلوب بس اتغير. حتى الاتحادات، يعني الصراع كان على الدخول على تكوين الاتحادات الإقليمية والاتحاد القومي، الصراع فيه ما كان صراع تعاوني بمعنى الكلمة، وقائم على الكفاءة وعلى المعرفة التعاونية وكده، كان صراع حزبي. كل يعني الأحزاب مصارعة على أساس أنه التعاونيين المنتسبين لها يجوا في الاتحاد، مش يجي الشخص اللي هو بيعرف التعاون، الزول الشعبي اللي بيعرف التعاون وبيعرف المفهوم ويجي عشان يمثل مصالح الجمعيات التعاونية. ومشت الحالة دي لحد ما جات الكارثة بالانقلاب بتاع 89، وده كان واضح جدا انه ضد التعاون وضد التعاونيات وضد اي جهة شعبية حرة مستغلة. ولذلك اول قرار كان حل مجالس ادارات الاتحادات التعاونية كلها، وتكوين لجان تسيير، ولجان التسيير دي كانت من أشخاص ما عندهم علاقة بالتعاون وما عندهم معرفة بالعمل الجماعي والتنظيمي، وده الجو ليه الاتحادات التعاونية دي عندها إمكانيات ضخمة جدا، وعندها يعني مباني وعقارات وأموال، وعاسوا فيها فساد. وبعد شوية غيروا القانون بتاع 82 وعملوا قانون 91، وبعد والقانون بتاع 91 92 أدى فرصة لكل الولايات تعمل قوانين الخاصة، وفصلوا المسجل العام من المسجلين ومديراء ادارات التعاون في لما عملوا الولايات، فصلوهم تبعون للولاة، وخلوا المسجل العام معلق قاعد بدون سلطات وما عنده اي سلطه على المسجلين الولائيين ومدراء ادارات الولائيين، لحد ما جاء قانون 99، واللي هو ده قانون الان في العالم بيدرس كأحد أسوأ القوانين في العالم اللي بيعوق تكوين الحركة التعاونية والنشاط التعاوني. والمسألة دي ممكن تشيل كده كربون في كل الدول بتاعت العالم التالت دي. الحاجة الوحيدة اللي حصلت أنه
الدول الآسيوية انتبهت للقصة دي وعدلت وسحبت سلطات الحكومة وخلتها بس في التسجيل. يعني زي الشركة، الشركة أنت لما تمشي تسجل في جهة معتمدة بتديك التسجيل على أساس ضوابط معينة بيخطها البرلمان، بيخطها المشرعين كده. بعد كده هي ما عندها شغلة معك، تعين منو، تعمل شنو، إلا إذا أنت خالفت القانون. الجمعيات التعاونية ما كده عندنا هنا وفي كثير من الدول، لكن في الهند، في كينيا، في أوغندا، في رواندا، في عدد يعني في المغرب، في تونس بالذات، الدولتين ديل الاستغلالية بقت كبيرة جدا وماشية ومتطورة، والحركة التعاونية يعني نتيجة لأنه يعني اعتمد على نفسها وبقى عندها حقوق بالقانون بتاع التعاون. الحاجة الكويسة أنه الجمعيات عندها حقوق، يعني الجمعية التعاونية لما تتكون القانون بيديها حق في إعفاء جمركي، حق في إعفاء من الضرائب، حق في إعفاء من الرسوم، بيديها أفضلية في الاستثمار. إذا مثلا في مشروع، في قطعة في منطقة صالحة للزراعة، المنطقة دي إذا تقدمت جمعية تعاونية وتقدم أي مستثمر تاني، الأولوية للجمعية التعاونية لأن الجمعية التعاونية بتمثل عدد كبير من المواطنين. فالدول اللي ذكرتها دي، الهند والدول الأفريقية دي، اتنقلت من حتة الحضانة تحت الحكومة ومن أبوة الحكومة للحركة التعاونية، أن الحركة التعاونية زي الطفل المدلل والمعتمد على الحكومة، انتقلت من الحتة دي لحتة الاعتماد على النفس والجهود الذاتية، ولذلك اتطورت وتقدمت وخلقت واقع كبير جدا في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، حفاظ على البيئة. فده باختصار يعني سريع كده حاجة ممكن تدي يعني تديكم تصور لما هو التعاون وكيف كان بدأ وبدايته كانت معتمدة على شنو، والمعاناة اللي عانوها الرواد الأوائل، وكيف انتقل لدول العالم، وكيف كان في دول العالم الثالث، والآن وصل لوين. ودي حاجة مهمة جدا عندها ارتباط بالحاجة الثانية اللي هنتكلم عنها في كيفية التأسيس والتكوين الصحيح وخلق عوامل النجاح والاستدامة. فأنا ما عارف يا أستاذ نعمة، أجيب هنا ولا أستمر ولا كده الكلام عندك؟ أيوة، شكرا لك كثير على المقدمة وعلى الشرح الوافي. إحنا عندنا زمن لسه ممكن تستمر تاني لمدة بتاعة تقريبا من 20 ل 25 دقيقة. إحنا عندنا 45 دقيقة لسه، فممكن 25 دقيقة تتكلم، وفي آخر ربع ساعة نعملها للأسئلة. وفي اللحظة دي عايزة أنبه كل الناس الموجودين معانا هنا عبر الزوم، وبرضو الناس الموجودين في الفيسبوك، إذا عندكم أي أسئلة اكتبوها لنا في الشات بوكس في الزوم أو في الكومنتات في الفيسبوك، وإحنا هنوصلها لأستاذ محمد في نهاية الورشة على أساس إنه يجيب عليها. فتفضل، ممكن تبدأ في التأسيس، عندنا 20 دقيقة وبعدها نفتح باب الأسئلة. طيب، كلام جميل جدا. خلاصة الكلام اللي قلته أنه الجمعية التعاونية هي بيزنس موديل. أنا ما أعرف دي يعني ترجمة كيف أو تترجم كيف، يعني هي ما عمل خيري، هي ما عمل معتمد على آخرين، هي بيزنس موديل، هي يعني عمل احترافي، هي عمل استثماري، هي عمل خدمي رفيع جدا، هي شركة وشراكة بين ناس منتجين معتمدين على نفسهم، يبدو ببدايات بسيطة جدا ويعانوا في تأسيس نفسهم وفي التطور لآفاق أرحب بمعرفة وبعلم وباعتماد على نفسهم. ده يعني شرح لمعنى الجمعية التعاونية. يعني الجمعية التعاونية ما هي مجموعة من مواطنين بيتكونوا ويسجلوا عند المسجل بتاع الجمعيات التعاونية وياخدوا شهادة التسجيل وياخدوا شهادة ممارسة النشاط، وبعد كده يبقوا يطاردوا في الحكومة وفي المعتمد وفي الوالي وفي مدير إدارة التعاون، وجيبوا لنا والسلع ما جبتوها وداك رخيص وده غالي وده عملتوه. نو، يعني أسا أبسط عمل
إذا مثلا في واحد عايز يعمل دكان في حلة ولا قرية ولا في حي، ده بيعتمد على نفسه، يعني ما بيمشي لأي جهة يقول والله أنا داير أعمل دكان أدوني كده، ولا رخصوا لي الهناية، ولا كلموا لي الشركة تديني بأسعار أقل، ولا يا حكومة كده. لا، هو بيعرف أنه الحاجة دي معتمد فيها على نفسه تماما، وبيبدأ بالبدايات القدر قدرته، وبعد ذاك بيتطور بيمشي لقدام. واللي هي دي في كل الجهات اللي عرفت الجمعية التعاونية، اللي هي الحلف التعاوني الدولي، ال International Cooperative Alliance، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والفاو، واللي هي دي كلها ويعني مؤسسات عالمية مهتمة بالتعاون، وهي وضعت الإطار الحوكمي والنظري والمعرفي للتعاونيات عشان تمشي. التعريف كل الجهات دي أنه الجمعية التعاونية مجموعة من الأشخاص اتحدوا مع بعض لتحقيق أهداف. أهداف دي ممكن تكون اقتصادية، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون ثقافية تعليمية، زي كلية التعاون البريطانية دي ما فيها شاي وسكر وأكل وزراعة وغيره، دي كل المشروع بتاع كلية التعاون البريطانية، وليها أكثر من 100 سنة، كله منصب في التوعية والتثقيف والتدريب والتعليم وبناء القدرات. فالمجموعة دي اتفقت على أن تحقق أهدافها دي بالاعتماد على النفس وبالجهود الذاتية وبالتزام القيم والمبادئ التعاونية، اللي هي دي قائمة أساسا على الديمقراطية، قائمة على الديمقراطية، لكل عضو صوت واحد مهما كان قيمة السهم، مهما كان وضعه الاجتماعي الثقافي. يعني البروفيسور والزور الأمي هم في الجمعية واحد، صوت واحد، اللي عنده مثلا حد أعلى من الأسهم، واللي عنده حد أدنى من الأسهم، الصوت بتاعه الاثنين ديل صوت واحد. اللي دخل الجمعية الليلة واللي عنده 20 30 سنة في الجمعية، في النقاش في التصويت في الانتخاب صوت واحد، ودي قيمة عالية جدا جدا. ولذلك يعني الناس ممكن يلاحظوا العلاقة الطردية بين التعاونيات وتقدم الدولة اللي فيها التعاونيات. يعني أي دولة متقدمة يتأكد أن التعاون فيها والتعاونيات فيها متطورة ومتقدمة. أي دولة متخلفة ما فيها ديمقراطية، فيها يعني تزمت، فيها ديكتاتورية، فيها قحط، فيها استغلال، هتلقى فيها التعاونيات تحب. ليه؟ لأنه التعاونيات هي بتعيش في بيئة ديمقراطية، وهي بتخلق الديمقراطية وبتدعم الديمقراطية. يعني ويست مينستر في بريطانيا دي الأساس بتاع التعاونيات، لأنه التعاونيات قامت قبل الأحزاب. الأحزاب لما جات وابتدت أنه يفكروا أنه يعملوا أحزاب، شافوا النظام الاجتماعي بتاعهم كيف، وشافوا الممارسات اللي بتتم، لقوا أفضل ممارسة ممارسة الجمعيات التعاونية في الممارسة الديمقراطية، وأخذوها. ودي حقيقة طبعا الرأسماليين ما بيحبوا أنه يظهروها، بيخفوها، يعني بيحاولوا يعني يمثلوا أنه الديمقراطية هي من نتاجهم هم كنظام رأسمالي. فالحاجة اللي عايز أقول أنه أهم حاجة في أن لأي مجموعة تفكر في أنها تؤسس وتكون جمعية تعاونية ويكون عندها المقدر على النجاح والاستدامة، لازم لازم المجموعة دي المواطنين دي أول حاجة يعرفوها يمسكوا قانون التعاون في أي دولة، في السودان، في مصر، في أي حتة، لأن القانون بتاع التعاون ده بيحدد ليك الإطار اللي أنت بتشتغل فيه، بيوضح ليك الحقوق، القوانين دي فيها حقوق. الناس لأنه بكونوا الجمعيات التعاونية بدون أي معرفة بالقانون، حقوقهم ضايعة، وبتستغلهم الجهات الحكومية الإدارية، وممكن تستغلهم أي جهات أخرى، وممكن هم ذاتهم تكوينهم يكون بإيعاز من أي جهة سياسية قبلية، أي جهة تدورهم وتوجههم
ليعملوا جمعية تعاونية لتحقيق مصالح للجهة دي. فأول خطوة لازم الناس يعرفوا القانون بتاع التعاون، دي أول خطوة. بعدين أي مجموعة دايرة تكون جمعية تعاونية لازم يسألوا نفسهم، ليه نحن عايزين نعمل جمعية تعاونية مثلا استهلاكية؟ ليه جمعية تعاونية؟ ليه ما شركة؟ ليه ما جمعية خيرية؟ ليه ما منظمة مجتمع مدني؟ كمثال يعني. إذا دارين في مجموعة بتاعت مزارعين دارين يعملوا جمعية تعاونية، ليه جمعية تعاونية؟ واللي هو ده لو هو ما عرف الجمعية التعاونية في القانون اللي بيسجل له الجمعية التعاونية بعدين، وما عرف الجمعية التعاونية في الكونسبت العالمي، ودي حاجة مهمة جدا. وافتكر كلنا متفقين انه اليوم من المستحيل لشخص فرد او مجموعه او دوله انها تعمل في اطار محلي. الانفتاح على العالم بيبقى ضروره ما في مفر منه. فبيبقى المجموعه بتاعت المواطنين ديل عليهم اول حاجه التثقيف والمعرفه بالكونسبت العالمي، القيم والمبادئ التعاونيه العالميه السبعه اللي هي العضويه الاختياريه المفتوحه، المشاركه الاقتصاديه، الرغبه الديمقراطيه من قبل الاعضاء على شؤون الجمعيه واعمالها وكده، الاستغلاليه والذاتيه، التعليم والتدريب، التعاون بين التعاونيات، تنميه المجتمع. دي ما في يعني اي طريقه الا المواطنين ديل يكون في المام. المام يعني حد معقول من المعرفه بالاضافه للقانون بتاع التعاون. بعد ذاك المجموعه المبادره لتكوين الجمعيه دي هم دارين من الجمعيه دي تعمل لهم شنو؟ ما هي الاهداف او الاغراض؟ الاف الجمعيات التعاونيه يعني من التجربه بيعملوا الجمعيه التعاونيه وهم ما عارفين الجمعيه هتعمل لهم شنو، لانه ما عارفين هي الجمعيه التعاونيه ذاتها هي شنو. فلازم يكون في هدف او اهداف محدده وقابله للتحقيق، ما اهداف كده يعني تمنيات. مجرد ما قدرت تحقق هدف او اهداف لازم طوالي بالمقابل بهناك تضع راس مال فعلي حقيقي فعال مناسب لتحقيق الاهداف دي، وده ما حاصل. كل معظم الجمعيات، غالبيه الجمعيات في الدول اللي ذكرتها دي ما بتضع راس مال فعلي وفعال وحقيقي، بتضع راس مال اسمي يقابل الشرط بتاع اداره التعاون في انه لازم يكون عندك راس مال، وبيكون حاجه ضعيفه جدا ما بتتناسب مع الاغراض او الاهداف المكتوبه في الطلب اللي بتقدمه المجموعه. فبيبقى هنا التحديد قيمه فعليه لراس المال. لما تحدد القيمه الفعليه دي، إذا أنت مثلا أنتم مزارعين بتزرعوا فول مثلا قول في مناطق إنتاج الفول في كردفان، في مثلا في قول في أبو زبد، أنتم 100 مزارع وعندكم 1000 فدان، إذا ما حددتوا أنه أنتم حتزرعوا يا نوع وحددتوا الاحتياجات بتاعتكم الشوالات الكيد الحاجات دي في السنة الأولى على الأقل، ما حتقدروا تحددوا رأس المال بغادة. وإذا كان مثلا 100 فدان كل ما بتزرع عليكم في سنة أزرعوا نصها، إذا ما بتزرع نصها أزرعوا ربعها، أزرعوا 10 فدان بالإمكانيات اللي عندكم لكن بطريقة صحيحة وبروبر، السنة الجاية حتزيد. الإشكالية هي كلها مش في رأس المال، الإشكالية هي كلها في الوعي والفهم والمعرفة، ثم بعد كده التنظيم والإدارة والعمل الجماعي المشترك تيم ويك، اللي هم يعني بنلخصهم دائما في المعرفة والتنظيم. وده حاجة بديهية، أي شخص ما عنده معرفة وما منظم الاثنين ديل اذا ما ماتشنج مع بعض ما بينجح. اذا عنده معرفه بس ما عنده تنظيم حيكون زول منظرات، واذا عنده تنظيم محكم جدا والمعرفه ناقصه التنظيم بتاعه بيكون مختل. ودي مشكله التعاونيات،
ولذلك التعاونيين قالوا أعدوا التعاونيين قبل إعداد وإنشاء وتأسيس وتكوين الجمعية التعاونية. ونحن قاعدين نبدأ غلط. قبل ما نعمل أي حاجة الناس بيسجلوا الجمعية، لكن عشان شنو؟ هي ذات الجمعية دي شنو؟ ما بتعرفها. يعني زول تلقى عضو في جمعية تعاونية ودافع أسهم، بتسألوا شنو الجمعية التعاونية؟ ما عارفة. هل ده يعقل؟ طيب دارين تعمل شنو؟ نقول لك والله ما احنا كوننا مجلس إدارة هم بيعملوا، يعني ده وضع ما طبيعي. ولذلك الخطوات الأساسية والصحيحة لتأسيس وتكوين جمعية تعاونية بطريقة صحيحة بروبر، أنك المعرفة التعاونية من مصادرها، الحلف التعاوني الدولي، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية كده. الحاجة الثانية أو من المصادر بتاعت الكتاب المعترف بهم، الناس اللي عندهم معرفة وخبرة ودي مبذولة يعني. الحاجة الثانية معرفة قانون التعاون، معرفة مناسبة بالذات شروط العضوية، بالذات كيفية فقدان العضو للجمعية وحقوقه، الإدارة، التسميات والمسميات المفترض تكون في الجمعية العمومية. يعني القانون بتاع التعاون بيقول يجب على كل جمعية تعاونية أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارة، نقطة. هسه آلاف الجمعيات ما بسمي المجموعة اللي انتخبتهم الجمعية دي، وهو في ذاته ما بيكون انتخاب، بيكون اختيار. في فرق بين انتخاب واختيار. المجموعة اللي بتيجي في التوب دي في الإدارة دي ما بيسموها اللجنة التنفيذية زي المنظمات، ده مخالفة للقانون. بعدين قانون التعاون مثلا، قانوننا ده ذاته القاصر ده المشوه ده البعيد عن القيم والمبادئ التعاونية العالمية وعن الـ يعني الكونسيب العالمي، بيقول أنه يتكون مجلس إدارة من واحد الرئيس، اثنين السكرتير، ثلاثة أمين المال. التسميات دي جمعيات كثيرة ما موجودة فيها، يعني ما بسموا الرئيس بيسموا الأمين العام، ما بسموا السكرتير بيسموا ما عارف ضابط المحاضر ولا شنو، أمين المال بيسموا الأمين المالي. دي مخالفة قانونية. فبيبقى معرفة الكونسبت العالمي، المعرفة المناسبة، قانون التعاون، بعد ذاك لازم تعمل اللائحة الداخلية بتاعت الجمعية التعاونية، الجوفرنس الداخلية، الحوكمة الداخلية بتحدد العلاقة بين العضو والجمعية، العلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، العلاقة بين مجلس الإدارة واللجان، العلاقة بين اللجان والجمعية العمومية، لو عندك جهة استشارية علاقتك أنت بإدارة التعاون، علاقتك أنت بالجهة الأعلى في التنظيم الشعبي، إذا في اتحاد، إذا في كونفدرالية، إذا في كده، ده لازم يكون موجود. اللائحة الداخلية للجمعية التعاونية، وهي اسمها اللائحة الداخلية في القانون، جمعيات تعاونية كثيرة بيقول لك النظام الأساسي، ما في كلام زي ده. اللائحة الداخلية دي لازم يعملوها المواطنين المبادرين قبل ما يسجلوا الجمعية التعاونية، لأنها هي مستند مطلوب في التسجيل. اللي بيحصل في عدد من الدول ومنها السودان، مكتب التعاون لما تجي بيقول لك دي اللائحة التعاونية، دي اللائحة أمشي أملاها، بيدوك فورم بتاع صفحتين ثلاثة صفحات تملاه، وده أكبر كارثة، وده تدخل سافر في حقوق المواطنين وفي حقوق الأعضاء اللي بيكونوا الجمعية التعاونية، لأنه اللائحة دي بضعها أنا. في حاجات قانونية مفترضة موجودة في القانون بتاع التعاون، يعني مثلا شروط العضوية، في شروط محددة القانون دي اسمها الشروط القانونية، أنه لازم العضو يكون عمره 18 سنة فأكثر، لازم يكون حسن السير والسلوك والسمعة الحسنة، لازم ما يكون ارتكب جريمة مخلة بالشرف. في شروط قانونية دي أنت بتشيلها من القانون بتخدها في اللائحة الداخلية بتاعتك، بعد ذلك أنت بتخد الشروط بتاعتك اللي أنت عايزها، أنت والمواطنين المعاك المبادرين، منو اللي بيجي معاك؟ ما أنت ده مشروعك دايره ينجح ما بتفتح ساي، لأنه ممكن يجيك زول جاهل، ممكن يجيك زول مخرب، ممكن يجيك زول زي ما بقولوا هسه الشباب غواصة، يخترق الحاجة دي ويفرتق الشغل ده، أو يمشيه على حسب هواه.
إذا أنت قلت مثلا جمعية تعاونية زراعية إنتاجية مثلا ولاية الخرطوم، أنت عايز منو من الناس اللي في الزراعة دي يكون معاك؟ هل داير مزارعين ولا داير زراعيين؟ وإذا داير مزارعين عايز أي مزارع اللي عنده فدان واللي عنده 1000 فدان، ولا أنت عايز على الأقل مثلا مزارع اللي بيخش معاك يكون عنده 100 فدان؟ في شروط موضوعية حقيقية حقتك أنت بتحطها، دي يبقى المعرفة العالمية، المعرفة بالقانون، تحط اللائحة الداخلية، تحدد الأهداف بتاعتك بوضوح، دراسة جدوى، يعني لازم تجيب زول بروفيشنال يعمل لك دراسة جدوى. مهما كان انت شفت الجمعية دي هي جمعية بسيطة، لازم ولازم تدفع قصاد دراسة الجدوى دي، ولازم تعمل توعية وتثقيف وتدريب وتدفع قصاد الخدمة دي، ولازم توفر مقر. بعد الحاجات دي كلها، حتى بعد ذاك انت بتشيل المستندات دي كلها، وبعد تجمع راس المال الحقيقي وكون الحاجات دي عندك كلها، بتمشي مندوبين من المبادرين، من المواطنين المبادرين لتكوين الجمعية التعاونية، يمشي لمكتب التعاون. مع الأسف الشديد مكاتب التعاون في غالب الأحوال ما عندها الكفاءات الممكن تقدم لك الخدمة بالصورة الايديل، بالصورة العالمية، بالصورة الصحيحة، بالصورة اللي بتمكنك من الاستدامة. لكن ده ما عقبة كبيرة، لأنه الحياة دي بقت متاحة، المواطنين المبادرين دول ممكن يعملوها، مش جاهزين. إدارة التعاون بتقول لك كويس جدا، أنتوا دارين تعملوا جمعية تعاونية في كده كده كده، دي الشروط بتاعتنا، بدوكم الورقة بتاعتهم اللي فيها الشروط، أنه لازم يكون عندك رأس مال، لازم يكون عندك العدد المعين، بتختلف في القوانين 50 70 75 100 كده، يعني بتختلف. في دول تانية يعني مثلا المغرب كله 7 أنفار ممكن يعملوا جمعية تعاونية كمثال يعني، لكن بشرط أنه لازم السبعة دول يكونوا عندهم شهادة معتمدة في المجال اللي هم عايزينه. إذا مثلا دايرين، إذا في حدادين دايرين يعملوا جمعية تعاونية، لازم يكون عندهم على الأقل 9 شهور سنة في معهد فني في الحدادة، ويكون عندهم الرغبة، ويكون عندهم رأس مال مهما كان بسيط، يكون في رأس مال، ويلتزموا بأنه يتدربوا في مكتب التعاون في دورة تدريبية تديهم الكونسبت العالمي وتديهم الحاجات الأساسية في القانون، وتساعدهم في أنه يعملوا اللائحة الداخلية. بعد ذلك بيسجلوا، والديل اي جمعيه تعاونيه تسجل بالطريقه دي عندها الفرصه في انه تخش في شراكه مع الحكومه او مع القطاع الخاص في مشاريع حتى لو كان راس ماله ضعيف. فبيبقى مكتب التعاون بيديك شروط، بيقول لك لازم يكون في راس المال، لازم يكون في العدد كده، لازم كده، لازم تحددوا لنا يوم نجي تختاروا تنتخبوا لجنه تمهيديه. بعد اسبوع اسبوعين 3 اسابيع بيجوا انتم بتعملوا اعلان، بيجوا الاعضاء او بيجوا المواطنين المبادرين لتاسيس الجمعيه، وبتختاروا لجنه تمهيديه. فانت في النقطه دي اتخيل انه ناس الكلام اللي انا بقول فيه ده كله ما عارفينه، ويتلموا عشان يختاروا ينتخبوا يعني لجنه تمهيديه، ما حينتخبوها حيختاروها، هيقول والله محمد الفاتح ده زول كده 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 بينفع في السكرتار، يختاروه. فلان ديك والله يعني زول شاطر في الحسابات، وهنا يجيبوها. فلان ده عنده علاقات جيبوه. ليه؟ لانه ما عندهم معرفه بالكونسبت، ما عندهم معرفه بالقانون، ما عندهم تصور، لانه الحاجه دي حقتهم. يعني في الشركه الحاجه دي ما بتحصل كده. الشركه ما بتحصل فيها الحاجه كده. لكن بالمعرفه، لو لما يجي مسجل التعاون عشان يقعد في الاجتماع لانتخاب اللجنه التمهيديه، الناس لو عندهم المعرفه الكافيه حينتخبوا لجنه تمهيديه فعاله. واللجنه التمهيديه هي من مهمتها تمهد لخطوات تسجيل الجمعيه التعاونيه وتكوينها. فبتقوم اول حاجه تعمل شنو؟ تعمل جلسات بتاعت توعيه زياده.
إذا كان لكل الأعضاء أو لمعظم الأعضاء، وبعدين أسأل التقنية بقت موفرة الحاجة دي. بعد ذاك بتحدد الهدف والأهداف وقصادة رأس المال المفروض، ومنها بيطلع القيمة الأساسية الفعلية الحقيقية للحد الأدنى للسهم. الحد الأعلى بيحدده القانون، يا 10% يا 15%. فلما تحصل الخطوة دي بعد ذاك بإيصالات، لأنه أي قروش لازم تأخذها جهة قانونية. اللجنة التمهيدية جهة قانونية تكونت بقانون التعاون بمسجل الجمعيات التعاونية. فبعد ذلك هي بتجمع الأموال دي، بتجمع الأموال دي، ويكون مكتب التعاون أدى خطاب للبنك. وبعدين هنا برضو في السودان عندنا برضو مخالفة كبيرة جدا، مكتب التعاون بيحدد لك البنك ما من حقه، ده حق أصيل للمبادرين يحددوا البنك اللي عايزين يتعاملوا معاه. في السودان بيقول لك بنك النيل، لأنه زمان كان بنك النيل ده البنك التعاوني. وحتى لو البنك التعاوني أنا ما داير أفتح فيه حساب أنا حر، فده خطأ وده حق. لكن لأنه الناس بيمشوا ما عارفين حقوقهم طوال بيمشوا بنك النيل. أنا ممكن يكون عندي بنك تاني أحسن، حاجاته أحسن. فالمهم المسجل بيدي خطاب للبنك انه افتحه للجمعيه كذا التعاونيه تحت التاسيس حساب. هو حساب وبيتفتح بكل التفاصيل بتاعته، لكن البنك ما بيفعل الحساب الا لما تجيب شهاده التسجيل وشهاده ممارسه النشاط. بعد ذاك بيفعل الحساب، وانت بتدخل القروش اللي استلمتها من المواطنين المبادرين بايصالات، كل زول عنده ايصال وانت عندك الدفتر فيه، بتدخل القروش دي. بعد تدخلها بتجيب من البنك إفادة بأنه القروش دخلت. بعد كده انت بتاخد شهادة التسجيل وبتبقى جمعية مسجلة قانونا، عندك الحق في الاستثمار في النشاطات كلها، في وبتكون من اللحظة دي انت عضو في المنظومة التعاونية العالمية. يعني ما محتاج تاني للحكومة ولا للإدارة ولا لأي جهة. انت اذا اتكونت بالطريقه الصحيحه دي ممكن تبدا طوالي اي مشروع على قدر قدرتك، وممكن تخش في شراكات مع اي جهه، قطاع خاص مع الحكومه، مع تعاونيات، مع اتحادات تعاونيه في داخل وخارج السودان، واللي هي دي المبدا السادس، وده كله غايب عن التعاونيات. بعدين الجمعيه التعاونيه مجرد ما تتسجل عندها حق الاستيراد والتصدير، وزي ما قلت قبل برضه في القانون عندها حق في إعفاءات كلية أو جزئية، الضرائب، الجمارك، الرسوم، أي حاجة. عندها امتيازات، عندها حق في أنها تمتلك قطعة أرض مثلا عشان تعمل فيها مقر، عشان كده حقوق كثيرة جدا. لكن الحقوق ما بتجي إلا بالوعي، والحقوق ما في زول بيديك حقك، بتقلعه قلع. بتقلعه كيف؟ إذا أنت ما عارف، ما عندك المعرفة الكافية وما عارف القانون، وإذا أنت ما متدرب على الطريقة اللي بتقلع بها الحقوق، اللي هي السوفت سكيلز أو اللايف سكيلز، الكوميونيكيشن، نيجوشيشن، الحاجات دي. فبيبقى موضوع الجمعية التعاونية هو ما الحاجة الماشية دي، ما جمعية تعاونية، ده مصر. وحتى يقول لك جمعيات تعاونية استهلاكية، دي ما استهلاكية، ما عندها علاقة بالاستهلاك، لأنه الاستهلاك أنت بتستهلك الحياة اللي بتستهلكها، بتستهلكها بحقك، بدخلك، بتنفق من دخلك. التعاونيات الموجودة هسه في السودان معظمها بتعتمد على آخرين الدول، ودي إعاشة، دي تعاونيات إعاشية. وبالمناسبة ده تاريخ، يعني في كل الدول بتاعت العالم الثالث الإعاشة، حتى نحن عندنا في السودان بعد الاستغلال عندنا مشاريع الإعاشة بالنيل الأبيض، مشاريع هي أصل للإعاشة ما للإنتاج. فدي بيبقى الخطوات الصحيحة باختصار، ودي إذا ما تمت بيبقى ما في جمعية تعاونية، أنت بتكون اسمك جمعية تعاونية، اسم جمعية تعاونية صح. وزول غلطة يقول لك أنا إيه، وحتى عندي شهادة بتاع التسجيل، نحن لنا 10 سنين ونحن ما عارف عندنا مجمع ما بيخسر، كله كل مرة بنحقق أرباح وكده، وجبنا كده وعملنا كده. ده ما الموضوع، الموضوع انه هل انت ملتزم القيم
التعاونية والمبادئ التعاونية الديمقراطية موجودة في جمعية عمومية حقيقية، في اجتماعات بتاع الجمعية عمومية، في اجتماعات حقيقية بتاع مجلس إدارة، في انتخاب حقيقي، في لجان، في شغل، في تطور إنساني، لأن الجمعية التعاونية تجمع أشخاص وليس تجمع أموال زي الشركة. الشركة تجمع أموال. القيمة الإنسانية مش ما في فيه لكنها ضعيفة، لأنه مجلس الإدارة ما بيختاروا زي في الجمعية التعاونية على أساس الفهم والمعرفة والأداء والفائدة الممكن يقدمها. نو، مجلس الإدارة بيختاروا، بيقولوا الناس يعني عندهم أسهم من كده لكده، ده اللي بيحق لهم أنه هم يعني الانتخاب والتصويت وكده في بالنسبة لمجلس الإدارة. فالجمعية الجمعية التعاونية نجاح في التزامها للكونسبت العالمي، لالتزامها بالقانون، لمعرفتها بالقانون، لتجسيد القيم التعاونية والمبادئ التعاونية في الواقع، في مجلس الإدارة، في اللجان بتاعة الجمعية، في الجمعية العمومية، في التطور الممكن يعني تحدثه في النشاط بتاعها وفي القيمة الإنسانية وبالذات موضوع الديمقراطية. عشان كده أنا قبل قلت أنه في علاقة طردية بين الدول المتطورة وديمقراطية وكده وبين الجمعيات التعاونية، بتلقى أنه في هارموني بيناتهم والعكس صحيح. فأكتفي بكده أنا، وأحب أسمع يعني من كل الحضور. شكرا لك كثير جدا على المحاضرة القيمة. احنا عندنا مجموعة من الأسئلة وباقي لنا للزمن تقريبا زي 15 دقيقة، فإن شاء الله هنحاول نجيب على كل الأسئلة، وإذا الزمن عندنا مشكلة في الزمن هنواصل إن شاء الله بكرة. طيب، أول سؤال عندنا هو، أنا حقرأ الأسئلة الموجودة في الشات لكل الناس الموجودة معنا، وأسئلة في الفيسبوك برضو، فلو عندكم أي سؤال برضو تفضلوا اكتبوه لنا. طيب، في سؤال عن إنه إذا في جهة موثوقة لتلقي تدريب متخصص في إدارة التعاونيات داخلياً داخل السودان، وكيف تتم إدارة التعاونيات وغيرها، وين الجهة دي ممكن يتم اللجوء إليها بحيث إنه يكون يعني في تدريب يقدم ويكون في فائدة للأشخاص اللي عندهم رغبة في إنهم يكونوا ويديروا التعاونيات بالصورة اللي يفترض إنه هي تدار بها؟ مع الأسف الشديد، الآن في هذا الواقع المرير في السودان وفي هذا المخاض العسير للسودانيين في انتقال من هذا الوضع الغريب لوضع يكون فيه دولة ومؤسسات وفي وجود وكيان للمواطن السوداني يمارس فيه حقوقه و يبرز مقدراته ومهاراته والمكمونة اللي عنده، مع الأسف الشديد ما في أي جهة رسمية تقدر تقدم أي فائدة في مجال التوعية والتثقيف والتدريب. ومع الأسف الشديد والتفريط اللي حصل، أنه في السبعينات زي ما قلت أنه النظام ما يتوجه للتعاونيات، وده كان نتيجة لمجهودات شخصية لعدد من التعاونيين اللي هم يعني المفهوم التعاوني واضح لهم، جزء منهم في إدارات التعاون وجزء منهم خارج الإدارات وجزء منهم لقى فرصة في أنه يكون على قمة الهرم التعاوني زي الدكتور عثمان أبو القاسم وزي البروفيسور محمد هاشم عوض، وديل اثنين مسكوا وزارة، يعني الأول مسك وزارة الوزارة اللي كان فيها التعاون اللي هو التعاون والتنمية الريفية، والثاني أسس وزارة التعاون فول ستوب بدون أي حاجة تانية. ديل الاثنين بذلوا مجهود معرفي كبير جدا، نتيجته كان أنه لأول مرة يقام في السودان سنة 77 مؤتمر الكوباك، واللي هو ده مؤتمر الحلف التعاون الدولي، أول مرة يقام في أفريقيا سنة 77، ونتيجة للمجهودات الأولى سنة 73 1973 الأمم المتحدة اليو ان دي بي
البرنامج المائي للأمم المتحدة مع الاي ال او منظمة العمل الدولية، وقعوا اتفاقية مع حكومة السودان لتأسيس وإنشاء المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني. الحكومة السودانية مطلوب منها أن توفر قطعة الأرض 18,000 متر، وتوفر الموظفين اللي يختارون بصورة أنه ممكن يتحولوا لمدربين، وأن الأمم المتحدة مع الآي لو حتعمل الحاجة كلها، المباني والتدريب والتأهيل، وقد كان. والمركز ده بدأ في منتصف 1976، ووصل القمة بتاعته في 1985، وكان في بعثة كبيرة جدا من الأمم المتحدة موجودة في الخرطوم، فيها مدربين وفيها خبراء وفيها يعني البرنامج ذاته كان فيه يعني تطور كبير جدا، ابديت. والمركز ده قام فيه داخليه بيشيل حوالي 350 شخص، فيه مكاتب، فيه اعظم مكتبه كانت في افريقيا في الوقت ده، فيه يعني وحده بتاعت وسائل سمعيه وبصريه، يعني تقنيه عاليه في الوقت ده. ولكن مع الاسف قبل الإنقاذ التعاونيين ما حافظوا على الإرث ده، وحصل صراع كبير جدا بين إدارة المركز والموظفين بتاعين التعاون. لما التعاون اتدحرج من يعني كان وزارة التعاون عملها بروفيسور محمد هاشم عوض، بعد ذاك حصل خلاف وهو استغال، لأنه مايو كانت عايزة التعاون يعني يخش في حاجات غير المخالفة للقيم والمبادئ التعاونية وكده، فالبروف استغال. بعد ذاك هي ضمت لوزارة التجارة والتموين، وبقى التعاون قطاع. فحصل صراع بين الموظفين بتاعين التعاون بعضهم وإدارة المركز، على أساس أنه المركز يتبع للقطاع ويكون تحت الموظفين، تحت الإدارة الوظيفية بتاعت التعاون. وكل الناس اللي كانوا موجودين، المدربين والمحاضرين والإدارة، رفضت الموضوع ده، لأنه الناس زي فهموا الكونسبت الحقيقي. والصراع ده أضعف المركز كثير، وقلل من يعني قلل من قيمته، واتنقل للشعبيين اللي هي الاتحادات التعاونية الشعبية، وبيجوا ناس مع ديل وناس مع ديل. وفي النهاية بمناسبة الصراع ده، يعني كثير من التعاونيين رجعوه للصراعات السياسية اللي هي دخلت في القطاع ده، انه دين ما دايرين دين، ودين دين مسيطرين على دين وكده. لما جاءت الانقاذ، مع الاسف الشديد الانقاذ طوالي، يعني بعد 89 فصلت يعني عدد كبير جدا من الناس المؤهلين في المركز بدعاوي انهم يعني ناس ما مؤهلين وما كده، وناس سياسيين وكلام زي ده. وجابت ناس ما مؤهلين، وخدت اداره ما مؤهله. وفي 2005 ال 18 ألف متر دي بمبانيها بحاجاتها كلها سطت عليها حكومه الانغاز في الوقت ذاك، وزورت الشهادة بتاعت البحث، وضمت المركز كله لولاية الخرطوم. وهسه هو في الشارع الجامعة مارات النصر ده، بقى ما أعرف حاجة تابعة لوزارة تابعة لولاية الخرطوم. وبعد ذاك بقى المحاضرين كلهم، الناس اللي عندهم من أي يعني طلعوا من المركز و سابوه، المنكز اتحصر، وبيجوا يأجروا له بيت عادي ويمارسوا فيه النشاط. والآن لم بعد 19 سبتمبر الوزير وقف الإيجارات، لأنه كانت إيجارات عالية جدا، وما في شغل وما في أي نشاط يذكر، يعني نشاط خفيف جدا، وحولون لمباني تابعة لوزارة الصناعة، مباني قديمة. وكان الأمل أنه يعني تلاقي فند وتتأسس وكده، والمركز ده يعاد الترتيب بتاعه، واتعملت له لجنة عشان تعيد الهيكلة بتاعته، ويكون في مصاف التريننج سنتر والانترناشونال انستيتيوت سنتر في العالم وكده.
ولكن ده كله يعني من بدت المشاورات بتاعت سلام جوبا وكده، الحياة دي كلها وقفت. وفي النهاية هو شال الحكومة الأولى بتاعت الثورة وجاءت الحكومة الثانية وبعد الانقلاب وكده. فمع الأسف الشديد ما في جهة ولا قطاع خاص ولا قطاع ولا حكومة ولا غيره، لكن في أفراد، في أفراد بمجهودهم الذاتي شغالين في أنه يخلقوا النوع بتاع الوعي والتنوير والمعرفة والتدريب، لكن ده مجهود ذاتي. المحاولة الآن في محاولات من الـ ILO ومحاولات من الفاو والإيفاد وبرنامج الإيماء للأمم المتحدة في أنه يساعدوا. كانت في الأول المنظمات دي كلها عاملة يعني دارت تشتغل مع الحكومة، بالذات مع وزارة كانت مع وزارة الصناعة والتجارة في الأول، وبعد ذلك لما بقت وزارة التجارة والتموين أنها حتشتغل مع الجهة الإدارية الحكومية المختصة بالتعاون الوزارة في أنها تنشط الحاجات دي وتبدأ بخلق كيانات هي وتأهيل المركز ذاته عشان يقوم بدوره في التوعية والتثقيف والتدريب. بعد الانقلاب كل المنظمات دي وقفت التعامل مع الحكومة نهائي في المجال ده، وابتدت تتجه لأنها تشتغل يا مع منظمات ولا مع اتحادات ولا مع كيانات شعبية. وده مع الأسف ده الوضع الراهن الحاصل. لكن عموما إذا في أي جهة أو أي شخص عنده رغبة في أنه يعني يعرف كيف أنه الطريق لأنه هو يعني يعمل يعني يتحصل على المعرفة التعاونية من مصادرها ويعرف كيف القانون بتاع التعاون ماشي، المسألة دي بسيطة جدا وسهلة، بس دايرة يعني مجهود ودايرة يعني أنه الناس يكونوا جادين بيقدروا يعملوا المسألة دي إذا كانوا مجموعة أو أفراد. شكرا لك على الإجابة. وبرضو يعني بالنسبة اللي حتى ما يجي الوقت اللي حيكون فيه جهات بتقدم التدريب والمعلومات، احنا كمان بنحاول من خلال مؤسسة الباحثين السودانيين انه من خلال الورشة دي اليوم وبكرة انه نقدم للناس حتى المينيموم والمعلومات البسيطة اللي ممكن تضعهم في الطريق الصحيح في اتجاه ان هم يقوموا بتكوين التعاونات بالطريقة اللي يفترض انه هي تقوم بها والطريقة المثلى لإدارتها. طيب السؤال الثاني عن هل إنه تمت إجازة قانون التعاون الجديد أم حتى الآن السودان محكوم بقانون 99 للتعاون؟ كويس. قبل ما اجاوب على القانون، انا برضو يعني هسه يعني ودي دي الميزه بتاعت انه الناس يتلاقوا ويتفاكروا ويتكلموا وكده، لانه الموضوع بتاع التعاون ده هو في الحقيقه اداره الشؤون العامه كلها ما في زول براو بيقدر يعني يعمل ما يعني زي ما بقول المثل، ما في زول ابن عرام بيعمل اي حاجه، وما في اي شخص مهما بلغ من المعرفه ومن العلم ومن شأن عالي جدا في ثقافة وفي يعني التقنية وكده انه يقدر يضع حلول لجماعة. لازم الجماعة مع بعض تتفاكر وتبني مع بعض في انها تلقى دوي، تلقى الطريق اللي بيمشيها لقدام. فهسه انا جا في خاطري انه المجموعة ممكن بمناسبة تعمل الحكاية دي ومؤهلة ليها. والمجموعة هي جسم يعني جسم شعبي وجسم حر وجسم نون جفرمنت وما حكومي، ممكن بسهولة جدا يعني الجسم ده يعني يخلق علاقة ويأسس نواة لجهة علمية معرفية تعمل في مجال التوعية والتثقيف والتدريب وبناء القدرات، اللي هي دي التعاونيين بيسموها المنظومة التعاونية المعرفية. فده يعني هسه انا جه في ذهني، وحقيقة أنا قاعد أتعلم كثير جدا من الدورات التدريبية اللي بعملها والتثقيف والمحاضرات والكده، يعني بترفع من قدراتي كبير جدا وبتفتح أذهاني للمعرفة اللي قاعد ألقاها عالمية بربط بيناتها. فدي برضو يعني حاجة ممكن الناس يشوفوها في المجموعة، يعني مجموعة المستشارين. بالنسبة للقانون الواقع الحالي، الناس محكومين بقانون مركزي، قانون 1999.
والقانون ده بيحكم الاتحاد التعاوني القومي وأي جهات تعاونية في شكل اتحادات على مستوى السودان كله. غير كده تاني ما عنده دور، ما عنده أي دور، ما عنده أي يعني أثر. ليه؟ لأنه حكومة الإنغاز لما جات علقته فوق وتبعت مدراء إدارات التعاون في الولايات للوالي، فهسه بيقى في القانون ده وفي قوانين ولائية. يعني مثلا نهر النيل عندها قانون، ولاية الخرطوم عندها قانون، الجزيرة عندها قانون، يا رب تاني وين، يعني في زي 8 9 ولايات 10 ولايات ما متأكد، دي عندها قوانين ولائية. وطبعا القوانين دي يعني هسه في دراسة ماشية عن القوانين دي كلها، حصرة ومقارنة بالقوانين العالمية واستخلاص المفارقات اللي فيها، حاجة مضحكة جدا جدا. يعني قانون التعاون 1995 في أهم ولاية في السودان، قانون 1995 بتاع الخرطوم، فيه المبادئ 5 ومشوهة، وما في يعني الحاجات اللي كاتبينها ما في من المبادئ التعاونية العالمية. ده بالنسبة للتشريعي القانوني للحركة التعاونية في السودان. أما القانون اللي يعني أنا تشرفت بالإشراف عليه، اتكونت له لجنة من تعاونيين ضليعين، واللجنة دي أنجزت التعديل في قانون 1999 بالستاندر العالمي، واضحة فيه كل الحاجات العالمية، ولقى يعني لقى قبول من عالميا، لقى قبول كبير جدا لأنه فيه كل الأساس التعاوني العالمي. وبعدين شال كل التشوهات اللي كانت في قانون 99، لأنه ده أصلا قانون جاء من خلفية سياسية. لكن مع الأسف القانون ده يعني اللجنة سلمته للسيد وزير الصناعة والتجارة في الوقت ذاك، أستاذ مدني عباس مدني، في أول يناير، ومباشرة هو حوله لوزارة العدل، لأن وزارة العدل بتراجع من النواحي الفنية القانونية، وبعد ذلك بيمشي اللجنة الفنية اللي هي الوكلاء وكلاء الوزارات، وبعدها بيمشي لمجلس الوزراء اللي هو للوزراء ذاتهم، وبعدها بيمشي باللجنة المشتركة اللي هي مجلس الوزراء مع المجلس السيادي. والقانون ده مش الخطوات دي كلها، وكل كل الاجتماعات دي أنا كنت حاضرها، وحضرنا بعض الزملاء التعاونيين من جهات مختلفة. والقانون طلع بعد مجهود وبعد يعني عراق شديد مع ناس في اللجنة الفنية وبعض الوزراء في مجلس الوزراء، لأنه الفهم برضو بتاع الكونسبت العالمي ما واضح، لكنه في النهاية أجيز ومفترض أنه يجاز. والكلام ده مين؟ من أغسطس 2020، لكنه من الوقت ذاك اتعطل 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 لحد ما الحكومة الأولى مشت وجاءت الحكومة الثانية، وكانت الكارثة الكبيرة في أنه الوزير اللي في الحكومة الثانية يعني دكتور علي جدو سحب القانون من اللجنة المشتركة وعمل فيه تعديلات، ولحد هسه احنا ما عارفين التعديلات شنو. وهو قال ما تعديلات اصيله، يعني مثلا وزير الصناعه والتجاره هو غيره، لانه تغير بقى وزير التجاره والتموين وحاجات زي دي، ودي حاجات ما بتحتاج لسحب القانون، لانه اوتوماتيكلي المشرعين الفوق بيعملوها، لانه المجلسين السيادي والوزراء ما حيعمل حيجيز الحاجه الاجازه اجازه اللجنتين، اللجنة الفنية واللجنة الوزارية. بعد ذلك وزارة العدل هي بتقوم بتغير الحاجات دي. فهو قال سحب القانون ورجعه تاني، ولحد هسه ما في أي زي بديك إجابة. يعني حتى الوزير شؤون مجلس الوزراء لما يعني سألناه يعني وكده، قال إنه هو حيتابع وحيسأل وحيشوف
وبعد ذلك جاء الانقلاب وهو خلق الواقع ده كله. فده الوضع القانوني الحاصل، ما في قانون يجيز، وما في، والقوانين هي ماشيه من سنه 91 92، يعني هي ماشيه نفس الحاجه. التعديلات اللي حصلت فيها يعني تعديلات تكريس لمزيد من سيطره وتسلط الجهاز الاداري المختص على مقدرات الحركه الدعويه الشعبيه. طيب مشكور أستاذ محمد. طيب عندنا سؤال عن برنامج سلعتي، وهل إنه هو كان إخلال بمبدأ العضوية الطوعية المفتوحة، باعتبار إنه كثير من الجمعيات اتكونت بهدف الحصول على الخدمات من البرنامج، فهل في الحالة دي بيعتبر إنه في إخلال بهذا المبدأ؟ أول حاجة، سلعتي ما برنامج تعاون، ما عنده علاقة بالتعاون نهائي نهائي. يعني سلعتي أصلا دكتور البدوي، لما إبراهيم البدوي لما طرح التصور بتاعه في وزارة المالية ورفع الدعم نهائي، وجه بأنه القصة دي ما ممكن، والنيو ليبراليزم والفقراء واللي نايم والناس حيموتوا وغيره وغيره، حتعمل شنو ده، تكريس للرأسمالية وكلام زي ده. فهو قال الموضوع ما كده، قال أنا خدت في بالي اعتبار للناس الضعفة اقتصاديا وماديا، فقال أنا مركز على التعاونيات، وأي تمويل محتاج له إدارات التعاون ووزارة الصناعة والتجارة أنا حوفره، على أساس أن هي الكلام الكبير قلناه، وأنه المركز بتاع التدريب يعني يؤهل المكان اللي فيه، هو مبنى ممتاز جدا لكن قديم، داير يعني صيانة وتصليح وكده وغيره، وأنه يتعينوا شباب صغار في العشرينات ويتدربوا، وعملنا خطة لتدريب خارج السودان وربطهم بالتجربة التعاونية العالمية، يعني برنامج كبير. فقال ده كله أنا بوفره. الحاجة الثانية، قال أنا يعني سأعمل الأمم المتحدة لبرنامج اسمه السمرات، اللي هو ده حيكون فيه دعم للمواطنين، وحيعمل برنامج اسمه سلعتي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وليس للتعاونيات. ده الطرح الطرح، وقعدنا معاه وناقشنا الحاجات دي، وكان متفهم جدا وزول داعم يعني من الوزراء الداعمين للتوجه التعاون، حتى كان بتناقش في انه التعاون يطلع من اداره في وزاره الصناعه والتجاره يبقى وزاره براو. وانا كان في وجهه نظري انه ده بدري عليه، وهسه الحاجه دي ما ممكن تتم، لكن نرفعه من اداره يبقى قطاع، يكون في قطاع الصناعه، قطاع التعاون، وقطاع التجاره، ويكون عنده وكيل زي وكيل الصناعه وكيل التجاره. المهم، فهو ده الطرح الطرحه. لما الناس جوا في الحاجه البراكتس لقوا انه من الناحيه بتاعت التقنيه الرقم الوطني وما عارف يستعملوا السيستم وكده، لانه الموضوع ده يتعمل له سيستم يعني فني كبير جدا، لقوا انه الحاجه دي عشان يعملوها مع المواطنين ده زمن طويل. فجاي اقتراح، اذا في جمعيات والجمعيات دي مؤهله وحتى وضعنا لها شروط، يعني سلعتي لما بدت ما بتقبل اي جمعيه تعاونيه، يعني جمعيه تعاونيه تيجي تقول انا دايره الخدمات بتاع سلعتي لازم يكون عند في شروط معينه، لازم اول حاجه يكون التدريب التوعيه والتدريب، لازم تكون تلقت برنامج بتاع توعيه وتثقيف وتدريب، لازم يكون عندها مقر، لازم يكون عندها مجلس اداره فعال، يكون عندها جمعيه فعاله، يعني شروط اتوضعت ودي اللي بدت بها سلعتي. لكن بعد الحكومه الاولى زحت، اللي هو في فبراير 2021، الحاجات دي اختلت، وبقى في كم هائل من التعاونيات بخش، ثم انه وزاره الماليه المبلغ اللي رصده ود البدوي حاجه بتاعت 24 مليار، لما هو مشى وجات افتكر الوكيله مسكت بدله، وبعده جاء وزير الماليه الحالي ما دفعوا ولا جنيه زياده على المبلغ الاول
اللي هو حوالي 4 مليار بدت بها سلعتي، يعني هسه سلعتي شغاله ب 4 مليار. فسلعتي ما برنامج تعاملي وما عندها اي دخل في الحاجه اللي حصلت بالنسبه لاي اثار جانبيه. اللهم الا انه التعاونيين والتعاونيات ما كانت جاهزه. يعني انت تخيل انه في تاجر في السودان ولا مصنع قال انا عندي 10 سلع. العشر سلع دي انا ببيع مثلا السلعه، اي سلعه ببيعها ب 100 جنيه ب 1000 جنيه. لكن السلعه اللي ببيعها ب 1000 جنيه دي لو جاتني تعاونيه بالشروط الفلانيه يكون عندها كده وكده 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 وكده، انا بدي السلعه دي بسعر التكلفه، ما داير اربح فيها او ربح هامشي بسيط، يعني بديها لها ب 700 بدل 1000. هل التاجر ده غلطان؟ يعني سلعتي هي اصلا كانت للمواطن مباشره. الناس قعدوا لقوا انه الاجراء ده عشان يحصل داير زمن طويل، قاموا في ناس اقترحوا يعني انه من الماليه ذاتها، ناس اقترحوا انه القصه دي ما ممكن للتعاونيات. فقلنا ممكن لكن كبدايه نمشي بها بدايه وبشروط معينه، ما هي جمعيه تعاونيه. لكن بعد ذاك الحكايه اتشعبت ودخلت فيها الولايات وكل واحد يجي يقول لك ده المركز مسيطر وكده وهناي، والقصه لانه ما قايمه على بيز وما قايمه على سلطه فنيه مسيطره. يعني في الحكومه الاولى كان شويه في الوزراء عندهم قوه وعندهم سيطره وعندهم تدخل وبيرفضوا كده وبيعملوا كده، يعني في حتات كثيره يعني كان في يعني في تدخلات كانت مفيده. فده اللي حصل لسلعتي. بعدين سلعتي يعني هسه اي جمعيه تعاون يقول وفرت لها السلع واديتها وعملت لها وغيره بالطريقه القايمه بها دي ما حتمشي لقدام، مع انه توفير السلع ده هو واجب الجمعيه التعاونيه لما تتكون. بعدين ما بالضروره، يعني انت شوف تجربه روشدين وشوف تجارب تعاونيه كثيره جدا في العالم، ما انت ما بالضرورة انك من اول تعمل كل الحاجات، ده مستحيل. لكن ممكن من 100 تعمل 10. انت هنا بتكون اكتسبت خبرة، ثبتت نفسك، عرفت الطريقة. بعدين لما انت تنجح كعمل جماعي مشترك ده انديكيتر للاخرين المناصرين ليك انه انت ناجح. اصله النجاح بتاع الجمعية التعاونية كله في أنه المجموعة تشتغل هارموني مع بعض، تيم ويب، تنجز بإمكانيات المشتتة الفردية في كيان واحد، شغل ما ممكن أي واحد براو يعمله. يعني إذا أنا عندي 10 سلع ما بقدر أتحصل عليها، دخلت جمعية تعاونية بقيت أتحصل على سلعتين، دي خطوة كبيرة جدا. السنة اللي بعدها ممكن أعمل 3 4 5 6، أو ممكن أعرف طريقة أحقق بها العشر سلع. فسلعتي يعني سلعتي عندها طبعا مشاكل، عندها عيوب دي في حتات تانية، لكن أنا شخصيا رأيي ورأي عدد من الناس أنه فيما يتعلق بالتعاونيات ده الناس اللي بيتكلموا في الحتة دي ما عندهم دليل علمي معرفي. وأنا أفتكر ده كان في الأول يعني فيه غرض سياسي انه اي حاجه عملتها الحكومه الاولى دي حاجه ما نابعه وبايظه وتنتهي وكده، وانه ده فشل وانه النازل فاشلين وما بيقدروا يعملوا كده وكده. شكرا جزيلا على الشرح الوافي الكافي. احنا باقي لنا دقيقتين وعندنا سؤالين، انا حاطرح عليك الاسئله واترك لك بعدين الاجابه الاثنين مع بعض. السؤال الاول، اذا تم حل الجمعيه بواسطه اعضائها، هل في الحاله دي تؤول اصول الجمعيه للاتحاد التعاوني ام تؤول للاعضاء؟ والسؤال الثاني هو أوسع شوية ويطول الحديث عنه، باعتبار أنه القرى والفقراء قد يكونوا هم أكثر حوجة وأقل قدرة على تنظيم الذات، كيف ممكن أنه يتم خدمتهم من خلال التعاونيات مع الأخذ في الاعتبار قلة الموارد، ومع أمثلة لنجاحات مثلا إن وجدت في الحالة دي؟ تفضل أستاذ محمد. طيب كده السؤال الأول قولي تاني عشان أنا توعبه.
تمام. سؤال بتعلق بحل التعاونيات. إذا تم حل التعاونية بواسطة أعضائها، في الحالة دي الأصول هل هي بتقول للاتحاد التعاوني أم بتقول للأعضاء؟ ايوه، الحل بتاع الجمعيه التعاونيه باي صوره، حلال مسجل عنده الحق في انه يحل الجمعيه التعاونيه في ظروف معينه. الجمعيه العموميه عندها الحق في انها تحل الجمعيه العموميه، تحل الجمعيه. الوزير عنده الحق في انه يحل الجمعيه في كلها في ظروف معينه، لكن وتبر حل الجمعيه التعاونيه الاصول والحقوق الماليه، ده حق المواطنين الكون الجمعية التعاونية، ولا تستطيع أي جهة أنه تأخذ هذا الحق. الأصول كلها تقول للمساهمين، يعني الأصول الأموال بتكون معروفة، الأصول تقيم عقارات مزارع كده، تقيم تقييم بجهة موثوق فيها معترف بها. بعد ذلك الأعضاء ديل ذاتهم المساهمين ديل هم اللي بيحددوا أنه الأصول دي تتباع. ممكن يكون في زول داير يشتريها منهم أو مجموعة أو كده، فهي دي حقتهم. يعني السهم، قيمة السهم والعوائد بتاعته المادية والأصول والكده والكده، دي حقة السهم، حقة العضو، لا تسقط ولا في أي جهة بتقول ليها. هي ما مال عام زي مال الحكومة، أنه عمل الشركة دي حاجة مهمة جدا. في حاجة ريليفنت ليها برضو أحب أن أتكلم فيها، الما بيسقط الحق المادي والعيني، لكن العضوية بتسقط في حالة أنه العضو يفقد العضوية. وعشان كده أنا بقول الناس يقروا القانون، يعني قانون التعاون بيقول فقدان العضوية، يفقد العضو العضوية بتاعته. واحد، الوفاة. إذا في عضو في جمعية تعاونية توفى الليلة، طوالي بالقانون هو فقد عضويته في الجمعية، بقى ما في. ليه؟ لأنه أصلا العضوية بوجودك أنت فيها، مساهمتك، حضورك الجمعية العمومية، الانتخاب، التصويت، رأيك، احتجيت، غيره غيره. فإذا أنت بقيت ما في، أنت فقدت العضوية، لكن أسهمك وحقوقك ما بتفقدها. بيجي الوكيل الشرعي للورثة بيستلم حاجاتك المادية كلها على حسب اللائحة الداخلية بتقول شنو للجمعية. يعني الجمعية التعاونية إذا قالت أنه إذا في عضو فقد عضويته، وفي أسباب كثيرة لفقدان العضوية، أنه ياخذ قيمة الأسهم بتاعته وحقوقه مباشرة، يبقى الوريث ده بعد شهر شهرين تدو حقوقه. إذا قال بعد سنة، معناته هو عارف أنه بعد سنة. إذا قال على أقساط، يبقى على أقساط. فالحقوق المالية ما بتسقط، العضوية تسقط مجرد اتوفيت. إذا حصل اختلال في العقل ولا الجنون ولا مرض نفسي ولا كده، وانت بقيت ما زول راشونال تقدر تتخذ قرار، بتفقد العضوية. إذا خليت عملت جريمة مخلة بالشرف وحكم عليك حكم جنائي وكده، يعني في حدود معينة، دي في بعض القوانين بتحدد حاجة زي دي. إذا فصلتك الجمعية العمومية، إذا الجمعية العمومية ناقشت قالوا والله يا أخي العتيبي ده بيتكلم عننا وبيشوي سمعتنا وبيتهمنا وبيهبط من الأداء بتاع الجمعية وأثر كده وعمل وعمل، وأنا بقترح أنه يعني نفصل من الجمعية. إذا في زول تاني أيد الكلام ده والجمعية العمومية عملت القرار ده، أنا بتفصل. وده كل شغل قانوني، فبيبقى ما من حق الدولة ولا أي جهة. الحاجة اللي عملتها للإنغاز دي كلام خطأ، وده يعني ده عمل مخالف للقانون. عشان كده يعني لما اتعملت لجان التسيير، وفي الأول يعني اتحاد القومي رفض أنه يتحلى من المسجل لحد ما الحاجة جات بلجنة التفكيك وتكونت لجان تسيير، في ناس قاوموا لجان التسيير دي مقاومات، مقاومه شديده يعني، وصفوا الناس بما عارف شيوعيين وما بيعرفوا شنو، كلام زي ده يعني، ما واجهوا القضيه الاساسيه. فما في جهه بتشيل او تتغول على الحق بتاع المؤسسين، دي قروشهم حقتهم.
السؤال الثاني، ذكريني بالسؤال الثاني. اوكي، السؤال الثاني باعتبار انه الريف والقرى قد تكون هي اكثر حوجة لوجود التعاونيات واقل قدرة على تنظيم الذات، فكيف مع قلة الموارد الموجودة دي يكون في امكانية لمساعدتهم وخدمتهم من خلال التعاونيات؟ وهل في امثلة للنجاح موجودة مثلا في القرى او في مناطق يعني بعيدة مثلا عن العاصمة، وممكن نحلل انه مثلا اسباب النجاح دي هي كانت شنو؟ واضح واضح. أولا حاجة، التعاون والتعاونيات ما للفقراء، دي حاجة يعني هي ما للفقراء والمساكين والناس البسطاء والمرأة التعبانة والناس الكده، لا، التعاونيات هي للأقوياء، هي للناس اللي عندهم دقني، اللي بيعتزوا بنفسهم، اللي عايزين يغيروا الواقع بتاعهم، ما دايرين اي منة ولا صدقة من اي جهة. ولذلك لازم يفهموا الكونسيبت، ولازم يعرفوا الحقوق بتاعتهم في القانون. والموارد، الموارد بالذات في السودان ما معدومة، موجودة. امسك قطاع المزارعين، امسك قطاع الحرفيين بانواعهم المختلفة. الإشكالية مش في الموارد، المشكلية في كيفية معرفة الموارد دي وتقييمها، وفي تقييم الذوات بتاعت الفئات دي لنفسها، لأنه التجربة من الاستعمار لحد الليلة، السياسات الحكومية كلها بتضطهد المواطن وبتقلل من قيمته وبتحوله من منتج لمتسول، وبتزرع في نفسه عدم المقدرة على التغيير إلا باعتماد على الحكومة أو جهات أخرى أو أحزاب أو غيره أو غيره. فبيبقى القطاعات دي كلها بتكون قاعدة مقوقعة في أنها هي ما بتقدر تعمل، اللي بيعمل لها جهة من الخارج، ودي حاجة مقصودة، يعني هي في السودان وغير السودان. الدول اللي قدرت تكسر الحاجز ده خرج يعني زي ما بيقولوا المارد من القمقم بتاعه، وطلعت المبادرات وطلعت القدرات الهائلة عند المواطنين وفجرت طاقات كبيرة وعملت تغيير. فبيبقى الأساس في أن الفئات دي تتوجه لهم البرامج بتاعت التوعية والتثقيف والمعرفة التعاونية في الأول، وتعاد لهم الثقة في نفسهم أنهم هم قادرين، لأنه الإمكانيات موجودة، هي مشتتة مشتتة. زمان كانت بتحل وبتصنع حلول، يعني لو في مزارع عنده مخمس في كردفان ولا فدان في المساحات بتاعت القطار دي، فدان واحد هو بيعيش، ما عنده مشكلة، بكون بانيليه قطية وحوش بتاع قش، بيزرع بيطلع الإنتاج بتاعه، بيطلع كم شوال عشان بياكله في السنة، والباقي ببيعه، بيبيع لي شوية حاجات، بيكون عنده غنمايات، المسألة بتمشي. لكن الحياة اتعقدت، بقت الإنسان براو في الريف في أي حتة، وفي المدن ما بيقدر براو، فبقى هو محتاج إنه يجمع الإمكانيات المشتتة ده في إطار واحد. فده شغل بتاع منه؟ ده شغل بتاع الدولة، ده ما شغل المواطن، ده شغل الدولة. الدولة دي ما الحكومة الجهاز الحاكم بس، الدولة دي فيها الحكومة، فيها منظمات المجتمع المدني، فيها المفكرين، فيها الناس المصلحين، فيها المنظمات، فيها الأحزاب، فيها النقابات، كل الجهات دي مفروض تشتغل من أجل بالذات المنتج أنه ياخذ حقوقه، كيف يعرف التقنية والمعرفة، كيف أن احنا هسه الزراعة زراعة تقليدية، والحكومة في عبر التاريخ ما بتدي الفرصة للناس التحت في أنه يتطوروا، بتقهرهم وبتدوسهم، وبتدي لحفنة من الناس في المجتمع ما عندهم علاقة بالزراعة، يمتلكوا الأساليب الحديثة والتقنية والتكنولوجيا وكده، ويتطوروا ويحصل الفارق، ويتحكموا على في البنوك وفي إمكانيات التمويل وكده، ويمشي لقدام، وفي عمل ما منتج. يعني المزارع ده في التعريف بتاعه مثلا انه هو الشخص الذي يتواجد في المزرعه ويفلح ويزرع المزرعه ويكون عنده علاقه وطيده بالارض. اسس الزراعه خلي في الخرطوم، في حتات كثيره، عارف في المعاش، وفلان الفلاني كان وزير
وفلان الفلاني كده وكده، ناس ما عندها علاقة بالزراعة وما بتزرع الزراعة على حسب التوجه الوطني وعلى حسب السياسات الاقتصادية الكلية. الزول بيزرع عشان يغنى هو وعشان يعمل هو، وممكن يكون عنده 100 200 300 500 فدان تكون فاضية وبور وفيها حاجات كده بسيطة كده، وعنده فيها قصر وحمام سباحة وغيره وغيره. فيلا الشغل ده شغل بتاع دولة، لكن شغل الدولة ده الناس ذاتهم أصحاب الحق إذا ما ناضلوا وإذا المناصرين المعاهم ومقتنعين بحقهم بوضعهم وبأنه يلقوا وضع أفضل بيقوا معاهم. المناصرين دين أنت وأنا والمجموعة دي والمجموعة بتاعت الباحثين والناس المناضلين في المجتمع، إذا كانوا أفراد إذا كانوا في أحزاب إذا كانوا في نقابات إذا كانوا أساس الجامعات مفكرين إعلاميين، ده شغل كامل لازم الناس كلهم يشتغلوا فيه. وقد يكون في فترة أنه الأصوات دي ما قادرة تظهر لسبب، يعني هسه الإعلام ذاته ما بيتيح فرصة، ما بديك فرصة أنت عشان تقول الكلام ده. ليه؟ لأنه لما يعرفوك أنت بتقول الكلام ده وتجي في أي وضع إعلامي حتى لو في ندوة دار تقول، ممكن طوال الناس في الندوة يدق يقول لك الزمن دقيقة خلاص انتهى الموضوع. فده الوضع. بعدين هسه الوضع ده ماشي، يعني الثورة دي ماشية، هي الثورة 19 دي ما غيرت، قلبت الحاجات رأسا على عقب، ومش في السودان بس، في العالم كله، اللي هي الناس الواطين الجم عرفوا حقوقهم وفهموا أن حقوقهم دي ما في جهة بتدعم ولا داخلية ولا خارجية، وأن الحقوق دي لازم تتقلع، وقلع الحقوق ده عنده ثمن، وثمن وموت ودم وغيره، لكن ما في طريقة غير كده، يا تعيش بكرامة ولا تموت بكرامة. لكن الحاجة القديمة زي الجيل بتاعنا والقبل، وأنه الناس يكونوا قاعدين وقانعين، وأنه أي حاجة بيعمل الوزير الفلاني ورئيس الحزب الفلاني والبروفيسور الفلاني والكده، وما تقدر تعترض وما تقدر تقول وتمشي في حاجاتك تكون على ظهر الحيط وكده، الوضع ده تغير وما في طريقة. ويعني مهما طال الزمن الحاجة الأساسية والمفترض تحصل حتحصل، بس بيبقى أن إحنا في الوضع ده واجبنا شنو، لأنه التاريخ يعني ما بيرحم، يعني حيجي وقت أن إحنا حنكون في التاريخ. فأي زول الليل وضعه لازم أنه يكون مع الحاجة المفروض تحصل، مع الحق. الحق أنه في تفريط كبير جدا في نصرة الناس المظلومين دي، أولنا المرأة وبالذات في القطاع الزراعي المطري التقليدي، المزارع، الحرفيين كلهم، السباكين، النجارين، الميكانيكيه الكده، اللي هم الناس الحقيقيين المنتجين. وده كله ما سببه بس الحكومه، يعني ما سببه بس الانظمه الحكمت، اذا كان ديمقراطيه، اذا كان مايو، اذا كان الانغاز، دي طبعا يعني البلاوي بتاعت الانظمه دي واضحه، لكن برضو ان احنا كناس مثقفين كمعرفه، يعني الظروف خدتنا في موقع بتاع القياده، برضو عندنا اخفاقاتنا وعندنا يعني حاجاتنا، لو ما توافقنا على انه نتجاوزها ونكون التوجه بتاعنا في انه تحصل التنميه تحت، وانه الناس التحت ديل هم اللي بيقودوا التنميه وهم اللي بيبنوا البلد، حتظل المعاناه. شكرا، شكرا لك كثير جدا على المحاضرة القيمة اليوم وعلى المعلومات الكثيرة النيرة المفيدة جدا جدا. يبدو لي انه يعني او اتليست من ناحيتي كان في فهم خاطئ او مسكونسبشن لحياة كثيرة عندها علاقة بالتعاونيات، وانت وضحتها علينا يعني بلغة سلسة بسيطة سهلة لكل الناس اللي حتى هم ما متخصصين او هم ما عارفين او ما متعمقين في المسألة. و looking forward للمواصلة إن شاء الله بكرة. حابة أنبه كل الناس إنه إحنا إن شاء الله بكرة حنبدأ حسب الإعلان الساعة 6:30، لكن حنبدأ 46 دقيقة عشان أذان المغرب في السودان، ندي الناس فرصة يصلوا، حنبدأ 10 دقائق متأخر من الزمن بتاعنا، وحناخد زمن اللي هو ساعة ونص إن شاء الله.
وشكرا لكل الناس اللي كانوا موجودين وعلى الاسئله اللي طرحوها. شكرا لك استاذ محمد على المعلومات القيمه وعلى اجاباتك يعني الوافيه الشافيه، ونشوفك بكره ان شاء الله. إن شاء الله، وشكرا لكم كلكم كل الموجودين، وإن شاء الله كلنا مع بعض نتعاون ونقدر يعني نقدم يعني ولو قليل من الفضائل الكثيرة اللي قدمها لنا السودان، وأدانا الاسم وأدانا القيمة بتاعتنا في الحياة وفي المجتمع وفي العالم كله. شكرا لكم كثير. بإذن الله، في أمان الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك.